أخبار اليوم. أهلا بكم معنا ونشرة رياضية جديدة من النشرات الرياضية لبوابة أخبار اليوم، واللي من خلالها هنقوم بجولة رياضية داخل الملاعب والأندية والاتحادات الكروية المختلفة لرصد أهم وآخر الأخبار الرياضية. تابعونا في نشرة أخبار اليوم الرياضية. وإليكم عناوين النشرة. كهربا ومكي وتوفيق يعودان للزمالك أمام المقصة. الأهلي يجهز لطرح الثقة والإنقاذ تطالب الوزير بحل المجلس. شيكابالا ينتظم في تدريبات الزمالك الخميس المقبل. حطب اللجنة الثلاثية لم تتخذ قرارا بحل الأهلي. 6 ملاعب للأهلي لاستضافة مباريات البطولات الأفريقية. مصر تشارك في دورة التضامن الإسلامي بأذربيجان. لجنة لوضع معايير الحافز الرياضي. صدمة التماس المصارع الأولمبي كرم جابر مرفوض. ديلي ميل النني ينتقل لأرسنال مقابل 7.4 مليون استرليني. بلاتيني يسخر من تهم الفساد الموجهة له. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. يسترد الزمالك قوته الضاربة أمام المقصة يوم السبت المقبل بالدوري العام لكرة القدم بعودة 3 من عناصر الأساسية للفريق، وهم محمود كهربا وأحمد مكي وأحمد توفيق، والذين غابوا عن مباراة بتروجيت الاثنين الماضي للإيقاف. وفي المقابل يغيب باسم مرسي عن اللقاء المقبل لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة بتروجيت. هذا ويتطلع الزمالك العودة إلى الانصراف بعد الكوة التي أصابته بالتعادل مع بتروجيت بهدف لكل فريق. يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر طرح الثقة في اجتماع عاجل للجمعية العمومية يتم تحديد موعده خلال المرحلة القادمة، ويناقش مجلس الأهلي السيناريوهات المطروحة في المرحلة القادمة بعد صدور حكم قضائي من جانب محكمة القضاء الإداري بحل المجلس وإلغاء انتخابات مارس 2014. هذا ويدرس عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي إقامة وقفات احتجاجية للمطالبة بالإبقاء على المجلس الحالي، في الوقت الذي طلبت لجنة الإنقاذ من نادي الأهلي وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بإبعاد مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر. ينتظم شيكابالا في تدريبات الزمالك الخميس المقبل تمهيدا لانضمامه وعودته إلى ناديه بشكل رسمي، وذلك بعد فترة إعارة لم تستغرق سوى أشهر في الإسماعيلي. ومن المقرر أن يعقد إسماعيل يوسف مدير الكرة جلسة مع اللاعب غدا الأربعاء قبل أن يدخل اللاعب في التدريبات الجماعية ضمن الاستعداد للقاء المقصة يوم السبت المقبل في الأسبوع 12 من الدوري العام. نفى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ما تردد عن نية اللجنة الثلاثية التي تضم معه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد اتخاذ قرار بحل مجلس إدارة النادي الأهلي. وجاءت تصريحات حطب عقد اجتماع مع محمود الخطيب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، مشيرا إلى أن اجتماعه مع الدكتور حسن مصطفى المهندس خالد عبد العزيز لم يتطرق للحديث عن القلعة الحمراء. وأضاف حطب أن اللجنة الثلاثية تنتظر الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي لدراسته قبل اتخاذ أي قرارات. حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف 6 ملاعب صالحة لاستضافة مباريات النادي الأهلي في مصر خلال مشاركته ببطولة أفريقيا المقبلة دوري أبطال أفريقيا الجديدة. واختار الاتحاد الأفريقي الملاعب داخل مصر وهي استاد برج العرب، استاد الدفاع الجوي، استاد القاهرة الدولي إلى جانب استاد الكلية الحربية واستاد السويس الجديد واستاد بتروسبورت. هذا وأكد الاتحاد الأفريقي أنه قام بمعاينة الملاعب الست وهي صالحة لاستضافة كل مباريات النادي الأهلي. قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب الموافقة على المشاركة بدورة التضامن الإسلامي المقبلة المقرر إقامتها بأذربيجان عام 2017. هذا وقد أقيمت دورة التضامن الإسلامي الماضية بأندونيسيا عام 2013 وحصلت مصر فيها على مجموع 86 ميدالية بواقع 26 ذهبية و 31 فضية و 29 برونزية، ومن المقرر أن تشارك مصر ب 27 لعبة أولمبية وغير أولمبية.
قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب تشكيل لجنة لمتابعة أزمة إلغاء الحافز الرياضي والعمل على حلها ومحاولة تقنين طريقة استخدام الحافز والحوار مع كل الأطراف للوصول لأفضل حل يتوافق مع الجميع. هذا ومقرر أن تتشكل اللجنة مع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية لوضع معايير الحافز الرياضي للحوار والحديث مع مسؤولي كل اتحاد رياضي للتعرف على طبيعة كل رياضة ومدى صعوبتها ومن ثم الاتفاق على وضع حد للحافز من عدمه. أكد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز أن المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا رفضت الاستئناف المقدم من البطل الأولمبي كرب جابر بطل منتخب مصر المصارعة الرومانية والحاصل على ميداليتين ذهبيتين وفضية في الألعاب الأولمبية أثينا 2004 ولندن 2012. وشدد عبد العزيز أن مشاركة اللاعب في أولمبياد ريو دي جانيرو أصبحت مستحيلة حيث يستمر إيقافه حتى 26 أغسطس 2017 المقبل. هذا ويذكر أن المحكمة الرياضية بسويسرا قد قررت رفض الاستئناف المقدم من المصارع في قضية المنشطات بشكل رسمي، وبهذا القرار تأكد غياب المصارع الأولمبي عن المشاركة في دورة الألعاب القادمة. أشارت تقارير صحفية أن النجم الدولي محمد النني لاعب نادي بازل السويسري سيخوض اليوم الثلاثاء الفحوصات الطبية قبيل الانضمام بشكل رسمي لصفوف أرسنال غدا الأربعاء المقبل. ووفقا لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية فإن أرسين فينجر يسعى لضم اللاعب بتعويض الغيابات الكثيرة في صفوف فريقه خاصة في خط وسط الفريق في ظل غياب كازارولا وفليميني وجاك وأرتيتا. صغر فرنسي بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفيفا من تهم الفساد الموجهة له، حيث أكد أنه سيكون أول فاسد يدفع الضرائب على الأموال التي تلقاها، مشددا على أن المعركة التي سيخوضها ليست من أجل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وإنما ضد الظلم. وقال بلاتيني في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية في دبي: كتب أنني فاسد، ولكنني سأكون أول فاسد يدفع الضرائب على فساده، أو بمعنى آخر أبله. سعدت بلقائي معكم، كانت هذه نشرة أخبار يوم الرياضية، وإلى لقاء جديد في نشرة رياضية جديدة لبوابة أخبار اليوم. كانت معكم نور إبراهيم، بوابة أخبار اليوم.